منذ قليل أنهى مرتضى منصور مداخلة تخطط الساعة، يعني جاب من الشرق للغرب وما كانش عارف بيقول ايه، وظهر متوترا. كل اللي عامله وكل اللي عمله انه قعد يسب في محمود الخطيب ويسب في محمود كهربا، وقعد يقول ماتت المبادئ عندما اشرك كهربا النهارده في مباراة الاتحاد والكلام ده كله. وطبعا انتوا عارفين للاسف الشديد هناك مجموعة اتخذوا قدوة وفرحانين بسبه وفرحانين بشتمه وفرحانين يعني ان هو بيشتم وهو بيتجاوز بهذا الشكل. في جميع الاحوال انا عايز بس اهدي اللايف ده للمجلس الاعلى للاعلام والاستاذ كرم جبر رئيس المجلس الاعلى للاعلام، وكمان للاستاذ الكبير الدكتور اسامه ابو زيد رئيس لجنه ضبط الاداء الاعلامي. عايز اهدي لهم اللايف ده لانه مهم جدا، يعني ما ينفعش انك انت يعني تترك هذا التجاوز بهذا الشكل يعني المبالغ فيه. يعني النهارده يطلع يتكلم ساعه علشان يقعد يشتم في الخطيب وكهربا ويقول ماتت المبادئ ومش عارف ايه. الغريبه ان هو طالع بيشتم في الخطيب ساعه ويشتم في كهربا ساعه ويشتم في الاهلي ساعه ويشتم في الاهلاويه ساعه، واحمد مرتضى منصور طالع مع سيف زاهر بيدعو للتهدئه ويدعو لضبط النفس ويدعو ان يعني يكون في مبادره للتصالح ما بين الاهلي والزمالك ومباراة ما بين الأهلي والزمالك لصالح مؤمن زكريا، وتكون إيمان عوض أهلا وسهلا أنا لايف يا إيمان، وإن يكون في صفحة جديدة. طيب مبادرة أحمد مرتضى منصور أنا قبل كده قلت يا ريت يهديها لأبوه، النهارده أهو أبوه قاعد يشتم ساعة وما سابش حد ما شتمهوش وما سابش حد ما هزقهوش وما سابش حد ما تجاوزتش في حقه، واحمد مرتضى طالع مع سيف زاهر يقول عايزين نبدا صفحه جديده ونعمل مباراه ما بين الاهلي والزمالك لصالح مؤمن زكريا. طب يا عم قول لابوك بطل شتويمه، قول لابوك بطل تجاوز، قول لابوك عيب ده، قول لابوك ما ينفعش الكلام ده. يعني مش عارف في ايه، ولكن ربما تكون ضاره نافعه علشان جمهور الأهلي يصحصح ويتخذ قرار إنه ينزل في الانتخابات ويقول لا لهذا الرجل. فأي مكان هينزل فيه لازم يا جماعة يكون في قرار وصبرت للحق، القرار إنك تقول له لا والصبرت إنك أنت تنصر الحق إنك ما تديش الراجل ده حصانة تاني. أستاذ نصر المصري أنا معاك لايف. يعني أنا بستغرب جدا بستغرب جدا 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 جدا، يعني إزاي وليه، يعني إزاي وليه يترك ساعة على قناة يسب الناس بهذا الشكل؟ وفعلا ما ينفعش إنك أنت ترد عليه بتجاوز، لأني ما تبقى زيه ولا تبقى زي السفنة اللي بيشتموك ولا يقولوا عليك كذا وكذا وكذا. يعني مجموعة من السفلة اهو على طول يا محمد يا مطراوي فجأة وبلا أي مقدمات داخلين يشتموا. طب يعني هل أنتم موافقين على التجاوز وقلة الأدب؟ هل أنتم موافقين على هذا الكم من السفالة؟ هل أنتم موافقين يا أستاذ كريم كابيتانو أستاذ ناجي؟ يعني هل انتم موافقين على ده؟ ساعة كاملة يا جماعة أو يزيد؟ طب متى يتحرك المجلس الأعلى للإعلام؟ يعني متى يتحرك المجلس الأعلى للإعلام؟ متى يتحرك الدكتور أسامة أبو زيد ولجنة ضبط الأداء الإعلامي الناس المحترمين اللي توسمنا فيهم كل خير؟
ما سابش حد ما شتمهوش على مدار ساعة، فكان لازم نطلع نرد، ما ينفعش ما نردش، يعني لازم نطلع نرد، لأن إحنا قلنا هو هيأخر مداخلاته لغاية أنا ما أخلص الحلقة عشان ما ردش عليه أنا وعلاء حمام، وإحنا قلنا لكم أي وقت هيطلع فيه إحنا هنعمل لايف وهنعمل حلقة إن شاء الله يتفرج علينا واحد ونطلع نرد عليه وبقوة وبقوة، يعني لا يمكن إن إحنا نرضى بهذا التجاوز في أي حد، لا يمكن إن إحنا نرضى بهذا التجاوز تجاه أي حد، تجاوز فج. يعني خليني أقول لكم إيه اللي قاله وردنا عليه. أستاذ علاء حمام سلام عليكم. عليكم السلام أستاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك ولحضرات السادة المشاهدين. يعني انتهى منذ دقائق السيد مرتضى منصور من وصلة سب وشتم، يعني كانت ساخنة جدا وبها كل أنواع التجاوزات. يعني فعلا كلام حضرتك سليم، اتفضل. يعني قول لنا التصريحات وماذا قال؟ أولا أول حاجة هوجه ندائي للواء مهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي. لازم يوضح حد للكلام اللي قاله النهارده رئيس الزمالك. رئيس الزمالك اتهم الكابتن مختار مختار انه اخوان وقال عليه اخوانجي، وانت وزير الانتاج الحربي وده المدير الفني بتاع الانتاج الحربي، ووزاره الانتاج الحربي دي وزاره مش قليله، وزاره قويه ووزاره سياديه، ولازم ترد على رئيس الزمالك. ندائي للمهندس محمد احمد مرسي وزير الانتاج الحربي، لو سكت الرئيس الزمالك هيستبيح بعد كده الوزاره ويتجاوز ويقل ادبه اكتر من الكلام اللي قاله. دي رسالة لوزير الانتاج الحربي، رسالة للكذاب مرتضى احمد منصور. يا كذاب طالع تقول مختار مختار اخوان، طب مختار مختار بيدرب الانتاج من سنة 2017، ما قلتش عليه ليه اخوان؟ مختار تولى تدريب الانتاج في شهر مارس 2017، ما جرأتش ليه تطول لسانك على مختار الفترة اللي فاتت كلها؟ عارف ليه؟ عشان اللواء العصار كان عايش، وانت عارف قوة اللواء العصار، وعارف قد ايه طبعا قوته في الدولة، وده راجل من رجال القوات المسلحة الأقوياء. لو كنت جبت ساعتها سيرة مختار كان علقك من ودانك. ما جبتش ليه سيرة مختار مختار أيام اللواء العصار؟ مش انت بتقول مختار إخوان؟ يا مختار يا إخوان بيستخبى واتضايق. طب مختار بقاله 3 سنين بيدرب الإنتاج، ما جبتش اسمه ليه جملة مفيدة غير النهاردة؟ عارف لانك انت خواف. لو كنت جبت سيرته زمان ايام اللي هو العصار الله يرحمه ياسر اليه كان علقك من ودانك، كان حرمك تفتح بقك تاني ولا تجيب سيره مختار. وعيب لك ما تتهم الراجل وتقول عليه اخوان وده بيدرب في الانتاج الحربي. عارف يعني ايه وزاره الانتاج الحربي؟ وعارف علاقتها بالجيش؟ وعارف قوه وزاره الانتاج الحربي؟ عيب لما تقول الكلام ده، عيب لان انت تكلم تقرا بدون دليل وبتتهم الناس بدون دليل، وجاي تقول الكلام ده بعد 3 سنين والكابتن مختار بيدرب الانتاج، جاي تقول عشان امبارح اتاكد 200 في عظمك وقال ما بقاش فيه لا روح رياضيه ولا اخلاق في الرياضه، وبقى فيه تجاوزات وكلام بيخرج يمين وشمال، عشان اداك اتهمك ان انت بقى في تجاوزات بتخرج منك، طالع تلسن على راجل وتقول له انت اخواني اخواني وزاره الانتاج الحربي، ده راجل الكسف على دمك، ده راجل الكسف على دمك، ده اللي معينه اللي هو العصار، ده راجل خلى عندك دم، ده اللي هو العصار هو اللي معينه، عارف يعني اللي هو العصار اللي كان في المجلس العسكري واللي قريب من الاجهزه وهو اقول لك ايه من كبار رجال الدوله، ده راجل عيب عليك وخلى عندك دم وبطل هقص وكده، بطل هقص وكذب. ده اللي معايا المختار اللي هو العطار الله يرحمه، يا راجل يا هجرات يا كذاب. ده واخوان كان دخل وبنت الفرقه زي الانتاج الحربي من قله المدربين. بطل هقص بقى، بطل هقص بقى وكذب بقى. فطبعا ده تجاوز كبير جدا في حق كابتن مختار، وانا بطالب وزير الانتاج الحربي الحالي اللواء محمد احمد مرسي ان هو يوضع حد لتجاوزات رئيس الزمالك. وبقول لك يا معالي الوزير، لو سبت رئيس الزمالك يتجاوز في الناس اللي عندك في وزاره الانتاج مش هتعرف تلمه.
وهتلاقي بعد كده تتطور كل شويه، وكل ما الانتاج يحضر ضد الزمالك او يعمل ماتش هيقل ادبه ويطول لسانه. دي رساله عليك ورساله لحضرتك. مختار ده مش شغال في الشارع، ده شغال عندك في الوزاره، ماسك الفريق الرياضي للوزاره. عيب لما يطلع يتكلم عنه بالطريقه دي، وعيب لما يقول ان وزاره الانتاج شغال فيها مدرب اخوان، ده عيب. انت حضرتك ما عينتش كابتن مختار، اللي عينه معالي اللواء المرحوم العصفار. وطبعا ده لو اخوان ما كانش راح خالص ناحيه الانتاج الحربي اطلاقا، بس ده راجل بيرمي اي تهم في اي حاجه، زي بقى له 100 سنه بيقول على صدى حفيظ اخوان اخوان اخوان، والنهارده برضه قالها تاني. وبرضه هجف تاني وقعد يهجف، لان الظاهر ان صدى حفيظ وضعه قوي وتعبه نفسيا ومأثر في نفسيته يا عيني، قعد يتوهم ويرجع يهجص تاني ويقول الكهرباء ضرب سيد عبد الحفيظ. اقسم بالله انت بتكذب الكذبه وتمشي وراها. قعد يهجص تاني ويقول لك الكهرباء ضرب سيد عبد الحفيظ، الكهرباء ضرب سيد عبد الحفيظ. ده قال حاجه جميله قوي، قال لك لو الكهرباء ده التجاوزات اللي عملها ده عندي كنت رميته بره النادي. طب ما انت قلت ان الكهرباء ضرب جروس، ما رميتوش ليه بره النادي؟ يعني انت طالع تقول الافعال اللي عملها كهربا كنت رميته بره النادي يا خطيبه بتاع المبادئ. طب ما انت كدبت وقلت مره واثنين وعشره ان كهربا ضرب جرس بالشلوت، ما رميتوش ليه بره النادي؟ عشان انت طبعا كدبت وادعيت كذبا ان كهربا ضرب جرس، وكهربا راجل ما ضربش جرس، وجرس ما ذكرش اي لعيب في الزمالك بسوء الاخلاق. بالعكس قال كلهم كانوا لاعبين ملتزمين ومحترمين. كمان رئيس الزمالك هجت هجصه كبيره قوي 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 قوي، هجت هجصه ما حصلتش بالتاريخ. قال لك ايه بقى؟ قال لك فايلر مش عايز كهربا، بيلعبوا يا عيني غصب عنه. يا سلام، مين اللي قال لك فايلر؟ فايلر اللي قال لك؟ انت مش هتبطل هجص؟ يعني مين اللي قال لك؟ انت بتقول فايلر بيلعبوا غصب عنه. مين اللي قال لك ان فايلر اي بيلعب كلامه؟ ما هو لازم يكون فايلر اللي قال لك. اي كلامه خلاص، اي كلامه خلاص، الخطيب هو اللي قال لك، اي كلامه خلاص. بيقول لك لا اصل فايلر كلم جروس، جروس قال له اوعى ده بتاع مشاكل. يا سلام، وفايلر بيلعب غصب عنه عشان خاطينه من الزمالك. اول حاجه طبعا الكلام اللي بيقوله ده خيال وهقص في هقص، ان هو طبعا هو ملوش علاقه بجروس اصلا والكلام ده ما حصلش، وهو بيهجس ويقول لك فايلر بيلعبه غصب عنه. طبعا الكلام ده بعيد. طبعا شن هجوم عنيف 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 على كهربا، لان كل ما الوقت بيقرب في قضيه القضيه اللي رفعها كهربا على رئيس الزمالك في لجنه الاخلاق والقيم، رئيس الزمالك بيتوتر اكتر وبيبدا يكيل اتهامات لكهربا طبعا كلها باطله بباطله، وادعى كاذبا وقال لك ان محامي الاهلي ما عملش حاجه خالص لصالح جمعه، وان عبد الله جمعه كلمه وهو ما كانش يعرف رقمه، وقال له اخويا مش عارفه وقع في مشكله بعت له عدد من المحامين، وان محامي الاهلي ما عملش اي حاجه، وان هو عمل كل حاجه ومش عايز حاجه وعمل كده ببلاش. يا سلام يا سلام. وبيقول لك لو كهربا اللي كان في ده ما كنتش هبعت له حد. وكهربا ايه علاقته الراجل؟ كهربا ايه علاقته؟ كهربا ايه علاقته؟ ومين قال لك انت ان محامي الاهلي ما عملش حاجه؟ اذا كان اللاعب نفسه طلع ما شكركش وتشكر محامي النادي الاهلي. اللاعب نفسه اتكلم على محامي النادي الاهلي وقال ان الراجل ما سابوش ولا لحظه. فطبعا كلام الدعايات كله طبعا بيدخل نفسه في اي حاجه وخلاص. طبعا هاجم الدكتور حسن مصطفى بعنف، لان الدكتور حسن مصطفى عامل حوار مع استاذ الاساتذه الاستاذ ابراهيم ربيع، واستاذ ابراهيم ربيع ده مدرسه في الصحافه اتخرج من تحت ايده يعني عدد كبير جدا من الصحفيين، وانا شرفت ان انا عملت معاه اشتغلت مع قناه النيل الاخبار عفوا قناه النيل الرياضه وتعلمت منه كتير. استاذ ابراهيم ربيع عامل حوار قوي جدا مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، والدكتور حسن مصطفى اتكلم خلال الحوار على القيم والمبادئ والروح الرياضيه، وان لازم المناخ الرياضي يسود الهدوء ويكون التنافس بشرف بعيدا عن التراشق والتلاسن وكلام من هذا القبيل. وطبعا دي دعوه كريمه من الدكتور حسن مصطفى، راجل بمكانته وحجمه الدولي طبعا لازم يبقى فيه اهتمام بكلامه. طبعا هو هادم حسن مصطفى وقعد يقول لك لو بعت لي دعوه ما كنتش احضر افتح القرعه بتاع كاس العالم لكره اليد، هو اصلا ما بعتلكش ولا سال فيك اساسا. المهم قعد يهاجم الدكتور حسن مصطفى ويدعي انه كان بينام تحت المدرجات،
وقاعد طبعا يعني يتجاوز في حقه، علشان طبعا متضايق من مسألة الحوار اللي عمله الدكتور حسن مصطفى مع الأستاذ إبراهيم ربيع. في حاجة وانه مهمة لا جدا وانه جدا وانه هو وانه هو لاحظتها في كلام لا قبل ما أسيب موضوع الدكتور حسن مصطفى، رئيس الزمالك ادعى إن أمير قطر إدى طيارة فدية للدكتور حسن مصطفى. طبعا ده ادعاء غير حقيقي، مش موجود خالص، ده بس رئيس الزمالك بس اللي بيقوله زي كده، موضوع ابو سنيده واي كلام في اي حاجه، ده بس رئيس الزمالك بس اللي بيقول لك ان امير قطر ادى دكتور حسن مصطفى طياره هديه. الكلام ده طبعا بعيد خالص عن الواقع. بس عايز اقول لك في حاجه في حاجه مهمه الجزئيه جدا، دي، اتفضل. عايز اقول لك حاجه في الجزئيه دي، ان هو محروق جدا من عدم دعوه حسن مصطفى ليه للقرعه، ده اهم من طبعا الحوار. قال صح، كلامك سليم، و يقول لك قال انت جايب اصحابك، هي مش حفله عمتك، وده طبعا هيموت طبعا. بس بالظبط طبعا واحد بالتجاوزات دي وبيتلفظ الفاظ ضد رئيس النادي الاهلي، وبيتهم مدير الكوره في النادي الاهلي ان هو ارهابي واخوانجي، ونار ده عليه اخوانجي، ده ما ينفعش يظهر في حفله كبيره عالميه ناقلها العالم كله، زي حفله افتتاحها، زي حفله قرعه كاس العالم لكره اليد، ما ينفعش الراجل يكون موجود فيها طبعا. ده راجل ما عندوش كنترول، ده يعني ما ينفعش خالص يكون موجود. ده راجل داخل في تلاثم وتراشق مع عدد كبير من الانديه، بعيدا عن الكابتن محمود الخطيب هاجم عدد كبير من الانديه، تمام. ودخل في مشاكل مع المهندس فرج عامر، وتلثم على اللي هو محمد عبد السلام، جماعه دول امتصوا محمد عبد السلام، ده ما ينفعش خالص يكون موجود في اي محفل دولي. وقرار رائع رائع من الدكتور حسن مصطفى انه ما جابوش ولا دعاه، لان ده ما ينفعش اصلا يكون موجود، ده عايز يرشق علشان خاطر يتلمع وياخد الشو خلاص. ده ممكن يطلع يقول لك انا اللي عامل الحفله وانا اللي قلت لهم على الحفله، ويدعي بطوله زائفه، ده ما بيعمل كده، يدعي حاجات هو ما عملهاش. فطبعا قرار صائب من الدكتور حسن مصطفى انه تجاهله خالص، انه ما يكونش موجود يعني، والطبيعي انه ما يكونش موجود. واي حاجه مصر تعملها دوليه العالم هيشوفها، الراجل ده ما يكونش موجود، ده ما يكونش موجود خالص، ما ينفعش يكون موجود اساسا، ما ينفعش يكون موجود. فطبعا هو تعبان نفسيا اول موضوع وجعه، وكل شويه يلف يلف ودور ويجيب السيره بتاعه افتتاح القرعه بتاع حفله قرعه كاس العالم كره اليد، كل شويه يلف يلف ويجيب السيره، يقول لك لو الوزير المحترم المؤدب دعاني، الوزير اللي انت قلت له مش قلت لك روح، ايه اللي جابك؟ قلت لك انا روح، انت جيت تاني ليه؟ الوزير المؤدب اللي انت قلت له روح، ايه اللي جابك؟ لو دعاك بدون كنت هحضر. يا سلام وقال يا سلام، وقال ان الاهلي بيعامل صالح جمعه معامله العبيد، والمبادئ قتلت عندما اشرك الخطيب كهربا في مباراه الاتحاد، قتلت المبادئ التي بناها الاهلي من 1907، وما عادش الاهلي نادي مبادئ، وصالح يعامل معامله العبيد. قال هو بيدافع قوي عن صالح جمعه، وبيديك حق ان الاهلي عين الظالم صالح جمعه. صالح جمعه اللي يعني مرمى كل المدربين اللي مسكوا الاهلي، وما التزمش مع اي مدرب، ولما راح السعوديه برضه ما التزمش. لكن هو لازم يديك حق ان هو ملاك، وان يعني الخطيب ده شطار، والخطيب ده عين ظالم صالح جمعه، وان تايلر ده ما عندوش ضمير يا عيني، وظالم صالح جمعه، والدنيا كلها ظالمه صالح جمعه، وصالح جمعه ده الملاك البريء يا عيني، الملاك البريء اللي كل المدربين جايين عليه، كل ادارات النادي جايين عليه، في السعوديه جم عليه، كل الناس يا عيني ظلماه، كل الناس يا عيني ظلماه. رئيس الزمالك بيطلعوا لك الملاك البريء علشان يشوه صوره الخطيب. ومفروض قوي قوي ان كهربا لعب النهارده، ده كان هو قلقان من كهربا، هو قلقان قلقان من كهربا، هو قلقان من كهربا. كل ما القضيه بتقرب بيهر على نفسه، بيهر بيهر يعني. وطبعا النادي البرتغالي خلاص ضرب تفليسه كده، في مليون دولار طاروا من العقوبه بتاع الكهرباء، وكهرباء طعن على مليون دولار بتوعه، وزي ما قلنا قبل كده هترسى على 200 250 الف دولار وبالسلامه، ولا كهرباء هيتوقف ولا هيجرى اي حاجه، وهو بيلعب النهارده ولعب وهيلعب في الماتشات الجايه. وطبعا كلام الهقص اللي قاله رئيس الزمالك، فايلر بيلعبه غصب عنه، هو ازاي كهرباء واخد وصولات امانه على فايلر ولا ايه؟ بيلعبه غصب عنه ليه؟ بيمضيه على وصولات امانه يعني ولا ايه؟ فطبعا كلام هقص كله، قعد يهجص شويه كده النهارده. بس طبعا التجاوز اللي في حي الكابتن مختار ده لازم يبقى له واقفه يعني.